ما رجعش معك وخارده، ما بغيتيش تتكلم على شنو تقال، مي غير كلاعب يكون في واحد المستوى، واحد يعني القاب اسم كيساهم في التتويج، واش يعني ما حسيتيش ان الطريقه اللي خرجتي بها من مثلا من الوداد ما كتناسبش الاسم ديالك، ولا يعني المسيره اللي دوزتي ديال 7 سنين فيها القاب وفيها تتويج؟ اول حاجه شوف، انا والله انا زعما ملي بديت الكره رباني الحاج محمد زاكناوتي على كو لو فوتبول مودرن ولا لو فوتبول ملي كان شحال هادي، راه سي با واحد زعما اللي غيعترفوا لك بواحد الجميل، الناس اي سون با اوبليجي باش يعترفوا لك بالجميل اللي تدير، انت كتقوم بواحد العمل ديالك، انت كتقاضى واحد الاجره. دونك انا ما كانش كيهم زعما، ماشي كانت الهم الشاغل ديالي هو نخرج من الباب الكبير، انا الباب الكبير كان عندي هو الجمهور ديال الوداد الحمد لله. ملي تنخرج دابا في الزنقه ولا حيت انا دابا عايش في كازا، تنتلاقى مع الناس تيحترموني الحمد لله على المسيره اللي دوزت، انا بغيت داك الاحترام يدوم. دونك انا ما يمكنليش غادي نرجع للوداد وما غنكونش 100%، هادشي علاش. دونك كما قلت لك زعما الامور اللي عشت زعما في الوداد تبقى امور اللي كنفتخر بها وتنعزها، وما كندخلش انا في لي ديتاي زعما اخويا، ما كنبقاش نقلب في الحيتيات، لا انا راه ما داروش ليا ولا ما قالوش ليا، انا كيهمني هو لا بيريود ديالي في الوداد كي كانت كي دازت، شنو ربحت مع الفريق، وكي كان الاحترام ديالي اونطور ديال الناس الكلوب وكلشي. الحمد لله فرحان بالاكسبيريونس ديالي الكبيره اللي دوزت معاهم، وملي كتشوف الجمهور راه كيحترمك وكيقدرك، وراه الناس راه كتعرف زعما شنو درتي وشنو الحوايج اللي ما درتيش.